جلطة العين أنواعها، أسبابها وطرق العلاج منها. يمكن أن يصاب الإنسان بجلطة في القلب أو جلطة في الدماغ، ولكن هل تساءلت يوما عن احتمالية إصابة العين بالجلطة؟ في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سنشرح لكم كل ما هو متعلق بجلطة العين، أسبابها وأعراضها وطرائق علاجها وكيفية الوقاية منها. تابعوا معنا. ما هي أسباب الإصابة بجلطة العين؟ من المعروف أن جميع أجهزة الجسم بحاجة إلى تدفق الدم الغني بالأكسجين للقيام بوظائفها الحيوية، والعين مثلها كمثل هذه الأجهزة. من المعروف أيضا أن العين تحتوي على الأنسجة والأعصاب، وتعد الشبكية التي تقع في الجزء الخلفي من العين واحدة من أكثر الأنسجة العين حساسية، كما أنها تلعب الدور الأساسي في إرسال الإشارات البصرية إلى الدماغ. وتحتوي الشبكية على الأوردة الصغيرة والشرايين الكبيرة التي تنقل الدم الضروري للرؤية بينها وبين القلب، وأي انسداد في هذه الأوعية الدموية يؤدي إلى الإصابة بالجلطة. ما هي العوامل الأكثر انتشارا للإصابة بجلطة العين؟ هناك العديد من العوامل التي تساهم مساهمة فعالة في الإصابة بجلطة العين، ومن هذه العوامل نذكر استعمال حبوب منع الحمل، وكذلك التقدم بالسن والإصابة بمرض مرض السكري. فيمكن أن يسبب مرض السكري الإصابة بجلطة العين بشكل غير مباشر، وذلك من خلال تأثيره على قلب المريض ودورته الدموية، ويمكن أن يسبب هذا المرض نسبة 10% من احتمالية الإصابة بجلطة العين. من الأسباب التي تؤدي أيضا للإصابة بجلطة العين ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط العين، وكذلك ارتفاع نسبة الدهون في الدم. فحيث أظهرت الدراسات أن نسبة 35% من المصابين بجلطة العين كانت نسبة الكوليسترول لديهم أعلى من 6.5 مليمول. ومن هذه الأسباب أيضا التي تؤدي إلى الإصابة بجلطة العين نذكر التدخين، حيث يتسبب التدخين في تقلص الأوعية الدموية الطرفية، وبالتالي يقلل مرور الدم فيها مسببا قلة سرعة سريان الدم في الأطراف، الأمر الذي يهدد بالإصابة بالجلطة. من هم الأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة بجلطة العين؟ هناك أشخاص يمكن أن يصابوا بجلطة العين بنسبة أعلى من غيرهم، ونذكر منهم الأشخاص الذين يعانون من ألم في الصدر، والمصابون بمرض السكري كما ذكرنا سابقا، والذين يعانون من الوزن الزائد، أو المصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول السيء في الدم. من الأشخاص أيضا الأكثر تعرضا للإصابة بجلطة العين المصابون بمرض تصلب الشرايين، والمصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب التاجي، وكذلك الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما وخاصة الرجال، وكذلك الأشخاص المصابون بمرض الزرق، وهو مرض يصيب العصب البصري الذي ينقل المعلومات إلى الدماغ. ما هي أعراض الإصابة بجلطة العين؟ من الجدير بالذكر أن هناك أعراض الإصابة بجلطة العين يمكن أن تظهر ظهورا مفاجئا، ويمكن أن تتطور خلال أيام أو على مدى عدة ساعات. ومن هذه الأعراض فقدان الرؤية فقدانا مفاجئا أو فقدانا تدريجيا، رؤية ضبابية في جزء من العينين أو في كليهما معا، والإحساس بوجود ألم وضغط بالعين بالرغم من أن الإصابة بجلطة العين غالبا لا تكون مؤلمة، وكذلك شعور المصاب بوجود عوامات، وتحدث هذه العوامات عندما تتجمع السوائل والدم في منتصف عينه، أو شعور المصاب بوجود ذبابة طائرة في العينين. كيف يتم علاج جلطة العين؟ يمكن أن يعتمد الأطباء على عدة طرائق لعلاج جلطة العين، ومن الجدير بالذكر هنا أنه يجب أن تعالج جلطة العين بأقرب وقت بهدف تخفيف الأضرار التي لحقت بشبكية العين. ونذكر منها، قد يصف الطبيب أدوية تعمل على تذويب جلطات العين الدم عفوا وتحركها بعيدا عن شبكية العين، العمل على توسيع الشرايين في شبكية العين من خلال استنشاق المصاب للغازات. يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري إلى رعاية طويلة الأمد، لأن سبب الإصابة بجلطة العين لديهم يعود إلى هذه الأمراض. استخدام الليزر في العلاج إن لزم الأمر، حيث يمكن للطبيب المعالج إغلاق أو تحطيم الأوعية الدموية غير الطبيعية وعدم نموها مرة أخرى
وذلك من خلال تطبيق الليزر على كامل الشبكية، حيث يقوم الطبيب المعالج بإطلاق عدة مئات من نبضات الليزر على كامل مساحة الشبكية، ويمكن أن يحتاج إتمام ذلك لعدة جلسات. ولكن هذا النوع من العلاج لا يسهم في تحسن النظر، وإنما فائدته تكمن فقط في حماية العين من الإصابة بمضاعفات خطيرة للجلطة مثل المياه الزرقاء الدموية. ما هي مضاعفات الإصابة بجلطة العين؟ يمكن للمصاب بجلطة العين التعافي في حال علاجه علاجا مباشرا وبطريقة صحيحة، ولكن في حال عدم حدوث ذلك يمكن أن يعاني المصاب من مضاعفات خطيرة نذكر لكم منها: تشكل أوعية دموية جديدة، الأمر الذي يسبب زيادة الضغط العيني زيادة مؤلمة. إمكانية الإصابة بالعمى والإصابة بمرض الوذم البقعية، ويحدث هذا المرض بسبب تجمع البروتينات والسوائل تحت بقعة العين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة السمك الشبكية وتورمها ويؤدي إلى فقدان الرؤية الكلي للمصاب. من مضاعفات الإصابة بجلطة العين الإصابة بمرض الزرق كما قلنا، أو حدوث العوامات، وذلك يعود إلى تشكل أوعية دموية جديدة في شبكية العين. ما هي طرق الوقاية من الإصابة بجلطة العين؟ هناك العديد من الطرائق التي تساهم مساهمة فعالة في الحماية من الإصابة بجلطة العين، ومن هذه الطرق نذكر لكم: تدليك منطقة العين بشكل دوري لفتح شبكية العين، اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والمعادن والخضروات والفاكهة والدهون الصحية بهدف التقليل من ضغط الدم، التقليل من استهلاك الملح في الطعام لأن زيادتها تساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم، الأمر الذي يؤثر في القلب والأوعية الدموية تأثيرا سلبيا حيث يزداد العبء عليه. ومن الجدير بالذكر هنا أن الكمية المسموح بها من الملح يوميا هي 2300 ملغرام، بينما الكمية المسموح بها للأشخاص المصابين بمرض السكري والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 51 عاما هي أقل من 1500 ملغرام. ومن المفيد في هذا المجال تجنب تناول الأطعمة المصنعة أو الجاهزة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح والدهون. ومن طرق الوقاية من الإصابة بجلطة العين الامتناع عن التدخين، وفي حالة الإصابة بالسمنة يجب إنقاص الوزن ومحاولة الوصول إلى الوزن المثالي. تحسين وظائف الجسم وصحته وزيادة حيويته ونشاطه من خلال ممارسة رياضة المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة في اليوم 5 مرات أسبوعيا، بالإضافة إلى ممارسة التمرينات التي تقوم بتقوية العضلات مرتين أسبوعيا كحد أدنى.